إيدكس 2018، المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية في مصر. تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. وفود رسمية من وزراء الدفاع ورؤساء الأركان من مختلف دول العالم. أكثر من 373 شركة عارضة يمثلون 41 دولة من جميع أنحاء العالم. إيدكس 2018، انطلاقة مصرية لعرض أحدث المنظومات الدفاعية والصناعات الحربية حول العالم. إيدكس 2018، المعرض الدولي الأول للسلاح في مصر.